بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا آسف على التأخير، إن إحنا تأخرنا جامد، بس والله اليومين دول كلهم كنت مشغول. النهاردة إعلان النتائج النهائية لمسابقة الأوائل. كل المسابقات خلاص يعتبر الجواز هياخدوها، ما عدا الصف التاني، ليهم امتحان أخير يوم السبت لأن هم كتير اتعادلوا في المركز الأول، فإحنا اضطرينا ناخدهم كلهم وكلهم ممتازين. وبعد كده خلاص بقى كل سنة وانتم ناخد الأجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي بسنة ثالثة. هتسألوني ليه هبدأ بسنة ثالثة؟ أقول لك والله ما عارف، هو الورقة تكتب كده لوحده. يا ابني بطل الشال أنت بتعمله، يا ابني في القهوة هنا. بس يا حبيبي بس، الله يهديك ويصلح حالك. أنت اسمك إيه؟ قول اسمك، اسمك إيه؟ اسمك إيه طيب؟ طب استنى بقى، اقعد سكت. اسمي محمد. اسمك محمد؟ طب يا محمد استنى يا محمد. هنبدأ دلوقتي بالصف الثالث. ومفاجأة المسابقة كلها طبعا، ومفاجأة سنة ثالثة كلها، بسم الله ما شاء الله عليها، هي سارة عيد ربيع. سارة عيد ربيع المركز الأول. لو تشوفوا امتحان سنة ثالثة ومدى صعوبته تعرفوا إن قد إيه الطلبة دي شاطرة. طيب دي أول حاجة، سارة عيد ربيع طبعا، يعني لازم أذكر خص بالذكر عيد ربيع ده صديق دراسة، يعني والدها صديق دراسه، يعني صديقي بقاله 40 سنه او تقريبا اكتر من 40 سنه. رقم اتنين طبعا المهندس الصغير بتاعنا فارس محمود. فارس محمود مهندس الكبير نسيت برضه. ماشي خلاص، المهندس الكبير على راي محمد الليبي. خلاص المهندس الكبير، ما تزعقش نفسك، انت بتزعق نفسك ليه؟ ماشي، المهندس الكبير محمد محمود فرج، بلاش الصغير. وانت المهندس الكبير. التالت بقى المفاجأة النهارده، الوافدة الجديدة لنا في الدرس، جودي كرم. جودي كرم ممتازة جدا وبسم الله ما شاء الله عليها. الرابع، الرابع طيب بس يا محمد، بس تعالى اقف هنا، تعالى اقف هنا، تعالى اقف هنا بس، تعالى بس جنبي، تعالى بس بطل غلاسة بقى، تعالى هنا بس بطل غلاسة، تعالى هنا ستوب، تعالى اقف هنا. التالت الرابع قصدي تيم الله، تيم الله طبعا ممتاز بسم الله ما شاء الله عليه، تيم الله محمد احمد الصف التالت من سابت الاوائل. في المركز الرابع برضو بالتعادل مع تيم ملك ماهر، ملك ماهر، ملك ماهر برضو من الطلبه الجديده المنضمه لينا وبسم الله ما شاء الله عليها، ممتازه جدا، ممتازه جدا. يا ابني تعالى كده من ورا الكاميرا يا ابني، على فكره هزعل منك، تعالى هنا. طب ما تسيب الجاكيت بتاعي دلوقتي، تعالى، ما انت كده كده هتورثه، يعني انت هتلبسه من دلوقتي، تعالى هنا. تعالى هنا. البس الجاكيت، بس اقعد لنا ساكت. كده خلصنا سنة ثالثة، هنبدأ بقى دلوقتي الورق اللي متكتب وراها، زمان سنة ثانية بتقول لك يا رب يكون ورق سنة ثانية. ورق سنة رابعة. ورق سنة رابعة، طبعا بتوع سنة رابعة دلوقتي انتباه، كله انتباه. طبعا الفتى المدلل بتاع مستر ليبي او الفتى الذهبي هو الطالب زياد سالم، المركز الاول زياد سالم. المركز الثاني بسم الله ما شاء الله سندريلا بتاعتنا مريم محمد علي حافظ. قلت لكم خلي بالكم من مريم ممكن توصل النهائي، وهي فعلا خدت المركز الثاني. المركز الثالث طبعا كله في مجموعه في الدخيله عباره عن خمسه ممتازين، خمسه اوائل اصلا. الخمسه الاوائل دول انا توقعت ان هم يحتلوا الاربع مراكز. لكن طبعا تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الثالث رقية. رقية فراج هي المركز الثالث. المركز الرابع مهرائيل. مهرائيل حققت مفاجاه وزقت الشطار كلهم. المركز الرابع يارا، مفاجأة المسابقة برضو، هي مش مفاجأة، هي شاطرة طبعا، بس نقولوا ايه الشطورة بتاعتنا وبسم الله ما شاء الله عليها يارا علي الجميلة الصغيرة. بعد منها ابو صلاح. ابو صلاح كل الناس بتحب ابو صلاح. ابو صلاح المركز الرابع في مسابقة الاوائل، ودي طبعا مفاجأة جميلة جدا. ابو صلاح مستواه اتقدم، هو اسمه صلاح صفوت، صلاح صفوت، بس احنا دايما بنقول ابو صلاح ابو صلاح طبعا عشان حبا في محمد صلاح، كنا بنحب محمد صلاح. وطبعا الزار بدا ورايا اهو، الزار شغال. في ايه يا محمد؟ هتعمل زار ولا ايه؟ بس حبيبي، بس حبيبي ايه؟ كان عيان بقاله 3 ايام،
الحمد لله لسه فايق النهارده. جينا للمجموعه اللي ورا كده، احنا خلصنا سنه ثالثه رابعه، هنبدا في الصف الخامس. في الصف الخامس تحس انك في بلاد افريقيا كده ولا حاجه، مش عارف. يا محمد تعالى يلا اديك حلو، لابس الجاكيت بتاعي حلو، لابس الجاكيت بتاع بابا خلاص، وريني الجاكيت ده شكله حلو عليك ازاي، وريني كده ولابس الجاكيت. خلاص خلاص خلاص، حد اصلا حد اصلا حد اصلا مش مزعلش منك. مهايبر مش عارف تلعب مهايبر لمين، مع ان انا مش مهايبر ولا حاجه. ايه ده ايه الصف الخامس؟ بص 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 تعالى شوف الاسم ده، مفاجأة الصف الخامس. الصف الخامس الصراحة بسم الله ما شاء الله عليهم وعددهم كبير، فاللي يطلع الأول عليه لازم يكون ذكي جدا، فمعتبر يعني بالورقة والقلم بدون مجاملات هو أذكى واحد في الصف الخامس، هو محمد أحمد قاسم. المركز الأول صف الخامس محمد أحمد قاسم. المركز الثاني كنا نعتقد ان هو هيحتل المركز الاول هو محمد عيد ربيع فرج. المركز الثالث طبعا نقول ايه مثلا، نقول فاتن حمامه بتاعت المجموعه والشطوره بتاعت المجموعه هي رنيم احمد سعيد. رنيم احمد سعيد الثالث. الرابع طبعا هو شاطر ومش محتاج تعريف، هو محمد ابراهيم الفتى الزهري. خلصنا كده سنة رابعة، دلوقتي سنة تانية، الناس مستنية سنة تانية. تانية الإقبال عليها عالي جدا عشان تانية كلهم شطار، منافسة بينهم نار. طلبة في سنة تانية ابتدائي يحلوا مسائل أقسم بالله سنة خمسة بعد الله وستة كده، ممكن لو جبت المسائل دي سنة ستة هيعرف يحلها. سنة تانية ممتازين ممتازين. المفاجأة بقى، كل الناس كانت تعتقد إن سنة تانية الأول هو مش عايز اقول مين يعني، بس هو في واحد طبعا مهندس صغير الناس بتعتقد بيه، هو الفيشن دايما بنسميه مهندس صغير. المهندس الكبير خلاص انا اخطات المهندس الكبير، المهندس الكبير اقعد جنبي اول مره اشوف حد لابس جاكيت على جاكيت ترند، حاجه غريبه جدا، لابس جاكيت على جاكيت ترند، وابوك لابس التيشيرت على بنطلون بيشامه، احنا مش عارفين قاعدين فين اهو. خلاص تعالى كده خلاص ركز. مصطفى احمد اسماعيل المركز الاول في الدور ده، لسه النهائي الماتش يوم السبت، بس في الدور ده المفاجاه مصطفى احمد اسماعيل جاب 20 من 20 مقفل لا اخطاء. مين معاه؟ ياسين محمد حسن الدخيل يا جماعه ورجاله الدخيل. لا ده مش الدخيل، ده ياسين محمد حسن مجموعه البطاش. صح مجموعه البطاش، بسم الله ما شاء الله عليه 20 من 20. اللي وراه على طول المركز الثاني يعتبر، عشان دول الاثنين دول مركز اول، حمزه محمد منير القيصر، احنا مسمينه القيصر لما يجي يجاوب على السؤال نقول القيصر جه. وبعد كده بقى الهاديه بتاعت المجموعه، الاموره بتاعت المجموعه اللي ما حدش عارف ياخد مكانها في الفصل، بص عليها كده تقول عليها كيوت لكن هي جباره، هي حاله حافظ، حاله حافظ. معاها في نفس المركز المهندس احمد حسام، والمهندس الثاني انس محمود فرج، كل ده تعادل. ومعاهم الاموره الدكتوره الصغيره هنا نادر، هنا نادر. كل دول يوم السبت لازم نطلعوا اربعه بس، مفيش فايده مش هنسيبهم، لازم يذاكروا كويس جدا جدا جدا. ايوه نيجي للصف السادس رياضيات، واحده جه ثلاث بس مدرسه الحكومه بقى، والجروب اللي صفى خد المركز الاول احمد اسامه. احمد اسامه ده مشروع مهندس بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا اخته قبل كده كانت يمنى اسامه، كانت واخده مسابقه الاوائل دي من حوالي 10 سنين قبل كده. الثاني او اللي معاه هو في المركز الاول البير كرم، البير كرم سعد بسم الله ما شاء الله عليه ممتاز. المركز الثالث انت صديقي واخي وحبيبي وكل حاجه، يعني عشرة عمر، عائشة جمال العروسي بنت مستر جمال العروسي من درس العربية صديقي. بعد كده في المركز الرابع أحمد بدر، أحمد بدر حصل على المركز الرابع في مسابقة الأول، طبعا درجات جميلة وكل سنة وانتم طيبين وعقبال كل سنة، وألف مبروك للفايزين وعرض لك الخسرانين. وأنا طبعا يعني عايز أنهي الفيديو بسرعة عشان أشوف محمد بيعمل إيه جوه الشقة أو فين، فكل سنه وانتم طيبين. ولازم طبعا في ختام الجلسه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقوله حاجه صغيره جدا بس نوضحها، مسابقه الاوائل مش قصدنا بيها نعقد ابنك،
في ناس بتقول لك اسئله صعبه جدا، اسئله فوق مستوى عالي العين، اسئله مش ممكن عارف سنه تانية يحلها، مش ممكن عارف سنه ثالثه يحلها. احنا بنطلع الاسئله المسابقه دي، احنا ممكن نديهم امتحان ساعه كله يجيب 20 ماشي، لكن ازاي نفرزهم هم كلهم في الادوار النهائيه بقوا شاطرين؟ يعني 10 قاعدين جبابره، لازم الامتحان يكون يعني لو شفت امتحان الرياضه في الخمسه ما فيهوش واحده سهله، واحده سهله يعني مساله بس من سنه رابعه، مساله من سنه سته، هي المساله بتقول قياس زاويه س بتساوي 2، قياس زاويه ص بتساوي قياس زاويه ع، اوجد الثلاث زوايا، دي مساله خفيفه خالص اهي، شوف المساله عامله ازاي. مساله ثانيه ضعف طول محمد يساوي 3 امثال طول هاني وكان مجموع طولهم 200، اوجد طول محمد وهاني. كلام صعب، مسائل جميله وطلبه ممتازين جدا جدا جدا، والف مبروك للفائزين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ندى، ايه اخبار الامتحان؟ سهل ولا ايه؟ متوقع انك تكسبي في مسابقه الاوائل 2023؟ عندك كم سنه ندى؟ 12. جنات، ايه الاخبار المسابقه؟ عندك اخطاء؟ اسهل من حال المره اللي فاتت. ست يا معتز. اندراوس، ايه الاخبار؟ عندك كم سنه دلوقتي؟ 12. يا جماعه المسابقه اهو النهارده كام في الشهر؟ 12/1/2023، 2003 عشان نتفرج عليه بعد كده ونفتكر. ملك، ايه اخبار المسابقه؟ جميل، سهل ولا صعب؟ متوقع انك تكسبي؟ ان شاء الله. ياسين، ايه اخبار المسابقه؟ متوقع انك تكسب؟ ان شاء الله. قول لي اسمك ثلاثي. ياسين ايهاب محمد. سما، ايه اخبار الامتحان يا سما؟ صح؟ متوقع انك تكسبي؟ خلصت لسه؟ طب يلا نلتقي بيكم بعد الدرجات ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 8/1/2023، مسابقه الاوائل الصف الرابع. الصف نبدا بزياد سالم عشان زياد سالم هو اللي في وشي. ايه رايك يا زياد سالم في الامتحان؟ الصراحه صعب. صعب صعب كتير، في حاجات هي موقفه؟ لا مش اللي هو مش صعب ولا سهل. لا صعب ولا سهل، يعني احنا هناخد اعلى اربعه، اعلى اربعه، وانتوا كنتوا متاهلين ياما، كنتوا متاهلين 11، فايه رايك؟ متوقع تطلع من الاوائل في الاربعه الاوائل؟ 53 ولا 10؟ ايه رايك يا لوش؟ اسم الاستاذ ولو ولد نختار له اسم عشان بعد كده كل المجموعات تبقى عارفه ان هو ده ايه صاحب اللقب. واصرخ واقول يما ايه رايك يا رب الامتحان؟ اخر سؤال بس مش اخر سؤال، ده انا حاطه هنا وحاطه في سنه خمسه. سنه خمسه اللي قبل منكم كانوا بيمتحنوا واحد بس اللي جاب السؤال جاي. السؤال اما نشوف مين هجيب. خلاص انا سهل جدا مؤخرا، انا اسم كيس ولاد سيارة علي سعيد، يعني خطفنا من الأربعة الأوائل. أوه ماشي، هذا اللي بقول لك السؤال سهل. هنا ناجي، إيه رأيك هنا ناجي في الامتحان كله؟ يا ليلي يا ليلي، سؤال
واحد بس صح؟ انت هتجيب 19؟ يا رب 19. لا دي 19 متهيألي يعني. اكيد اكيد يا اول يا تاني يا اول ايه؟ يعني ما قلت 20 ده يبقى مفار يعني. ماشي. ميرايل والنهارده عيد، النهارده ولا امبارح؟ امبارح. كل سنه وانت طيبه، عيد سعيد. ايه الاخبار الامتحان؟ يعني ايه رايك؟ هتعيدي وتهيصي ولا ماما هتمسكك؟ ان شاء الله تعيدي تبقي جميله، هنشوف عامة النتيجه بالليل. رقية، ايه رايك يا رقية؟ لحظة الواحد يا جماعة مش معقولة يا جماعة، أنا حاطط أربع تكات، أنا حاطط أربع تكات عشان عشان الناس تجيب 16. سهلين. طب سهلين أما أشوف أنا. واخد سؤال بس. أنا أتمنى ذلك، أتمنى ذلك. يلا بينا. احنا كده كل اللي في المسابقه اتصور صح؟ اه. في حد ما اتصورش؟ يلا كله اتصور صح؟ اه. ايوه كلكم اتصورتوا، كل اللي في المسابقه، اللي في المسابقه متاهل اتصور صح؟ أوه. يلا كل سنه وانتم طيبين واشوفكم ان شاء الله بالليل في النتيجه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 8/1/2023. ايه رايك يا سيدي في المسابقه؟ وحشه. وحشه؟ انت صعب؟ جد. في كم واحده صعبه؟ خمسة. يعني انت كده مش هتطلع الاول؟ لا اصلا انت الثاني. انت كويس يعني، انت ممكن تطلع الاول ولا الثاني؟ الرابع. الرابع هتاخد 5 جنيه بس؟ بتسيب ال 50؟ لا هتاخد 50. يا الرابع يا الاول. يا الرابع يا الاول. اقعد يا ساره. طيب المتسابق الثاني مريم خالد، ايه رايك في الامتحان؟ سهل وصعب. سهل وصعب يعني متوقع تطلع الاولى؟ تاخد 50 جنيه؟ متأكدة؟ طيب على فكرة مريم شطورة بقى. مريم ايه؟ قولي لي الثلاثي. السؤال. لا اسمك الثلاثي. مريم خالد احمد مصطفى النور. كل ده ثلاثي؟ ماشي. سارة. ايه رأيك يا سارة في الامتحان؟ سهل. سهل ولا صعب؟ سهل. واحدة بس اللي صعبة؟ اه. يعني شكلك هتطلع الأولى؟ اه. 50 جنيه؟ اه. يا مساحل، أما نشوف بقى نلتقي بعد الإيه؟ بعد التصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدور النهائي في الصف الخامس، في الصف الخامس محمد عيد. ايه رايك يا محمد عيد؟ اه طب خلي بالك انا متوقع تطلع الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ متوقع الاول او الثاني. ان شاء الله خير، يعني هتاخد 50 جنيه ولا 100 ولا اكتفي بال 5 جنيه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي يا محمد عيد. اسمك ايه ثلاثي؟ محمد عيد ربيع. احنا في سنه كام دلوقتي؟ 2013. ان شاء الله في الاوائل. بتتفرج على الفيديو ده وانت في كليه الهندسه. نور، فاكر الاغنيه اللي كنت بغنيها لك؟ رسمت نور، رسمت شمسا تضحك فوق الدور. ايه رايك في الامتحان؟ كويس. واحد بس كده شطوره، يبقى انت كده هتطلع الاولى. ركز لي بقى. محمد قاسم، اسمك رباعي. محمد احمد محمود قاسم. الدور الاول انت طلعت الاول، الدور ده بقى الفينش اللي فيه فلوس، اللي فيه الجايزه، اللي فيه المركز الاول، متوقع ايه؟ ان شاء الله اطلع الاول او الثاني. في كام واحد واقف معاك؟ واحد بس. قعدوا ولا ما هو واقف؟ قعدوا يعني ايه؟ يعني قعدوا مش هو واقف؟ اه قعدوا. السؤال اللي واقف قعدوا. محمد ابراهيم، ايه رايك يا محمد ابراهيم؟ يعني صعب وسهل. صعب وسهل، ما هو ده عشان النهايه ده في الورقه دي ثلاث تكات، ثلاث تفلت منهم تبقى الاول، تفلت منهم تبقى ليه؟ الحاجة. اسمك ايه رباعي؟ محمد ابراهيم طه. محمد ابراهيم طه، متفائل تطلع كام؟ الرابع. طب حلو، لو طلع الرابع يبقى جميل. يلا سلام، نلتقي بالليل في النتيجه. بسم الله الرحمن الرحيم. مسابقه الاول الدور الثاني، اشطر ثمانيه موجودين معانا. اسمك ايه؟ ياسين. ايه رايك يا سيدي في الامتحان؟ سهل؟ متوقع انك تطلع الاول؟ الاول على خمسات كلها؟ تاخد 100 جنيه؟ ان شاء الله. ابراهيم، ايه رايك في المسابقه؟ حلوه؟ جوها حلو، جو المنافسه حلو؟ ايه رايك تطلع الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثاني الاول؟ ان شاء الله الاول. حسن اللون، ايه الاخبار اللون؟ متوقع تعمل ايه؟ ان شاء الله. ماشي حسن متوقع يطلع في الاول. ها اندرو، ايه رايك في المسابقه اندرو؟ سهلة؟ بص متوقع تطلع الاول ولا ايه؟ ماشي
بصراحه اتوقع نص نص كده. في حاجات صعبه المره دي، خلي بالك احترس ان شاء الله تطلع الاول. البير طبعا كان عندهم عيد امبارح فاعتذر له اجازه عشان كل واصل كل سنه هو طيب. والنهارده جبناه اجينا له الامتحان النهارده. ايه الاخبار؟ لا الامتحان حلو. اتوقع انت تطلع الاول. يعني من ثلاثة الأول إن شاء الله. إن شاء الله ماشي. يلا بينا ننتخب على الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصوركم بقى عشان تزوركم النهاردة. هي رنين تتوقع مين هيوصل النهاردة؟ ده الدور قبل النهاية يا جماعة. احنا في سنة 2023 في شهر واحد، ورنين عندك كم سنة دلوقتي؟ رنين عندك 11 سنة عشان تتفرج على الفيديو ده لما تكبري. رنين وصلت ضمن أشطر 8 في سنة 5. توقعت توصلي ولا إيه؟ ماشي ازاي؟ طب الامتحان سهل ولا صعب؟ نص نص. في كم واحدة صعب؟ لا هم أربعة. أربعة عشان الناس كلها تجيب 16، ما عدا الشاطر يتميز شوية. ها محمد كرم الوافد الجديد لينا والممتاز. ها توقع إيه؟ إن شاء الله. إن شاء الله تفوز. ها تبقى في الأدواء. ضمن الأربعة اللي هياخدوا جوائز هتاخد ال 100 ولا ال 50 ولا ال 20 ولا ال 10؟ يبقى جميل. يوسف جو عندك كم سنة؟ جو اسمك يوسف ايه؟ تتوقع ايه يوسف؟ ممكن تكسب ان شاء الله. الله انت فاكس ان شاء الله تفوز. ودي ودي الامر ايه الاخبار الوحيدة ودي الاهل في مجموعة ودي الامر؟ هم المجموعة دي بقت مميزة اليومين دول. ايه رأيك؟ حلو الامتحان. انا شايف اتنين بس انت محبتهمش. نصيحة ما تسيبهمش فاضيين، يعني فكر واكتب. فكر وايه اسمك؟ ايه الثلاثي؟ وداي محمد احمد. طيب مبسوط من جو المسابقه؟ حلوه المنافسه؟ طيب يلا بينا نلتقي ان شاء الله يا جماعه بعد النتيجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهائي النهارده الصف الرابع الصف الخامس رياضيات اروى. ايه رايك في الامتحان؟ شكلك مين اللي هيكسب النهارده؟ تعتقد انك تاخد المركز الاول تاخد 50 جنيه؟ لارك ايه رايك في الامتحان؟ يعني ايه رايك؟ مين اللي هياخد المركز الاول؟ في احتمال مين ياخد المركز الاول؟ الله سلمى ايه رايك يا سلمى؟ ماشي. نور ايه رايك يا نور؟ ماشي؟ هجيبك ازاي؟ مش هتتأهل يعني؟ نور ايه رايك يا نور؟ حلو. مين اللي هياخد الجايزة؟ توقعي مين؟ ربنا هو اللي نلتقي بعد التصحيح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مسابقة الأوائل 2023 الصف الثاني الابتدائي جريد 2 جريد نبدأ بروبي. اسمك يا جميل. ردينا ايه؟ ايه رايك في الامتحان؟ سائل يعني النهائي جوائر الحسين يكبر امتحان جوائر الحسين. حلو حسن تكمله مش هتكمله ان شاء الله. مصطفى ايه؟ مصطفى احمد طلع في الامتحان كمله ان شاء الله. محمد رمضان محمد ايه؟ يكبر امتحان سهل ولا صعب؟ يعني هتكمل ابو يلا بينا. انا مش عايز اقعد ولا يقوم يقعد. ايه رايك في الامتحان؟ مخلص من خمس دقايق ولا انا مخلصه بسرعه؟ كل الوقت اللي ضيعته ده بس انت تكتب. انت انا مش مستفيد. انت اسمك انس ايه؟ انس بنين. هلا يا ريتني كنت انا. هلا ايه؟ ها؟ هلا نادر ايه رايك في الامتحان؟ صح؟ هتكملي؟ ماشي يا جميل. المهندس بتاع احمد حسام ايه الاخبار؟ هتكمل ولا مش هتكمل؟ حمزه القيصر بتاع المجموعه ايه رايك حمزه في الامتحان؟ سهل ولا صعب؟ هتكمل؟ تلعب في النهائي؟ اما نشوف الناس اللي في النهائي ولا لا؟ نروح لمين؟ ده انا كتمرتي المجموعه
ايه رايك يا سيف في الامتحان؟ حوالي بنيت رمى ساعه كمل ساعه ونص 8 ان شاء الله. طول النهار عمال يتكلم ايه الاخبار؟ خلصنا الامتحان ومشيت بس بس حاله جميله. يلا صحيح ايه الاخبار الامتحان؟ هتكملوا ولا الدنيا صعبه؟ والله يا ابو سحر اتمنى كلكم تكملوا اسهل امتحان. يلا بينا سلام، نلتقي بعد الايه بعد النتيجه.